ديري بالك على حالك حبيبتي. وانتي كمان. يلا باي. انتبهي على الطريق. لا تاكلي هم. باي يا حلوة. قلي لباي لخالته. باي. يا روحي برافو عليكي، خليكي قاعدة عاقلة هون. إياد كيف وصلت لهون؟ مشيت ورا نيلي، دورت عليك كتير. وليش دورت علي بقى؟ شو رح يصير إذا لقيتني؟ شو ممكن يتغير؟ قول احكي. ملاك؟ من مين هي البنت؟ لا يعني نحن ما صار شي بيناتنا، لهيك عم بسألك. ما تفهميني غلط، هاي البنت بتكون بنتي، عرفت هلا؟ يلا روح بطريقك، يلا مع السلامة. ملاك بس الأولاد مستحيل يجوا بدون رجال. كنت شربان شوي هديك الليلة لهيك ماني متذكر. هي البنت عمرها 9 شهور أو 10، نحن قصتنا صارت قبل 6 أو 7 شهور مو هيك؟ ايه. وما صار شي بيناتنا. ما صار شي، اللي عم تقوله مزبوط، بس اللي ساويته هداك اليوم كان كفيل بأنه يخلي بابا يموت. إذا قدران تحسب لهالدرجة فقلي بتتذكر هالشي كمان؟ يلا روح. اسمع، أنت لا شفتني ولا شفت هاي البنت، سمعتني منيح شو عم قلك؟ امشي. عم تضحك لي؟ شوفي بنتي هيك على طول، لمين ما كان بتضحك، يعني مو إلك بالذات. روح الله معك. يلا إياد يلا روح، ولا بقى ترجع لعندي. وقال رح يصير شي مو منيح. حلو كتير المكان هون ما هيك؟ صح هو مهجور شوي هلا، بس شوفي ان شاء الله بكره بالصيف رح يجوا السياح واحد ورا التاني، وشوي شوي رح تتعرف العالم على مطعمنا. انا رح حضر كل الاكل بالليل، وانتي بتقعدي عقلي بتختك وما رح تعذبيني بنوم. ولما بيجوا الزباين رح اقدم لهم الاكل بظرف دقيقتين، هيك منحل المشكله. وإذا انعجقنا كتير، هلأ هو طبعاً رح ننعجق إذا إجا كتير زباين، وقتها رح نجيب وحدة تساعدنا. تعرفي شو يعني يستدلوا الزباين على المطعم؟ يعني مصاري كتير. أوعك تخافي، رح دير بالي عليك. أنا مو وعدتك بهديك الليلة، وراح أوفي بوعدي حتى يجي آخر يوم بعمري.